لا تقول لي كاني ولا مالي، طول لي بالك ثواني، مقلبنا وعالماشي. لا تقول لي كاني ولا ماني، طول لي بالك ثواني، مقلبنا وعالماشي. اضحك شوي وبنضحكك، نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي. برنامجنا كوميدي وهادف، برنامج كاميرا خافية، برنامج لايق لي. شوفوا ركز فرفش وصحصح معنا، انت بس بتنعنش لا يوقع مقلب فيك. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ شو الاسم؟ شريف حلايق. شريف حلايق. شريف حلايق. من وين؟ من شيوخ. محامي أنت؟ نعم. حياك الله. 50 شيكل أغلبك؟ إيش؟ شو موقع؟ موقف؟ هلا هلا برامي؟ 50 شيكل. موقف؟ على الساعة 50 شيكل؟ موقف خاص؟ ما حدا حكام، كل يوم ما حدا حكام. إيش؟ ما حدا حكام. إذا بالآخر دفعنا 4 مليون حق الأرض يا سيدي. ما حدا حكام. إيش؟ نهار. أي أرض مكتوب موقف خاص؟ الأجر. والحين والله الحين شوفي. مش مشكلتي هاي. 50 شيكل على ساعة؟ يعني هل لو أرضك تقبل أصف فيها أنا؟ خليك معي 50 شيكل على ساعة؟ إيش؟ 50 شيكل. لو نص ساعة، من نص ساعة وأطلع 50 شيكل. 50 شيكل؟ والله في ما حدا حكي. طب أنت لما دخلت على الأرض عدم مؤاخذة، هذه الأرض لمين؟ شو بعرفني بكير الحكومة، كل سيارات صفتها. أمين؟ كل السيارات صفتها زي كل السيارات عارفين إنه موقف عدم مؤاخذة. هذا جديد أنت جايبها يا أخي. جديد انت جايبها. انا جديد شريت الارض. طيب ارجع لورا شوي، خلي السياره تطلع. ارجع مره جاي بدي اسوق. لا ارجع لورا شوي مره جاي اسوقك. بتروح ارجع لورا شوي. ارجع 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 ارجع. ايوه ما بدفع. شو السبب؟ ولا موقف بالعالم كله. شو السبب؟ شو السبب؟ ولا موقف بالعالم كله يا زلمه 50 شيكل. طب انزل شوي. ليش انزل؟ انزل شوي. ليش انزل شوي؟ ليش انزل؟ انزل السياره شوي. ليش نزل؟ بدي اياك انزل شوي. ليش نزل؟ تحكي معي مهينة ليش؟ اخويا هلا انت زياده عني ولا انا زياده عنك؟ ولا شيء، انت احسن مني. لا ولا مره. طب انزل شوي بدي احكي معك كلمتين في مجال. احكي وياك انا. في مجال؟ اطلب منك اذن يعني. بعد اذنك ابوس ايدك تنزل تحكي معك كلمتين. يا عمي كل الاحترام، محامي والله يكون بعونك والله يعطيك الف عافيه. انا تاجر اصف ثاني مره يا عمي، قول لي 100 شيكل مش 50. لا 50 احنا بدنا. لا يا عمي ما حدا حكى لي 50. طب ليش بدكش تدفع 50؟ من انا ما بعرف انه موقف خاص، كل يوم بجي بصوف. انا ما بدفع 50 شيكل على ساعه زمان. بتدفعش 50 شيكل؟ انا بدفعهم من جيبتي منيح. شو رايك؟ ادفعهم من جيبتي؟ هلا انت ليش معصب؟ مش معصب ولا معصب. مش موقف خاص هذا. صح؟ فيش اشاره تعطي انه. فبقول لك فيش اشاره عندي انا. كل الاحترام لك. طبعا معك سند الدره من برنامج الكاميرا الخفيه. كل الاحترام حبيبنا. خلينا نقول الكاميرا مع بعض. شو عم تصير؟ انزل من انزل من البوت. شو الاسم؟ احمد رضوان. احمد رضوان. رضوان من وين؟ خراس. خراس. انت بقى خبير مخالف. ايه مش عارف. اذا مخالف لا هذا وصل، بس ما احنا شركه خاصه هاي. 50 شيكل غلبة. لا مش حاطين جارم ولا شيء والله. موقف خاص بالاجره. بس مش 50 شيكل. لا 50 غالبا 50. كيف تحكي يا زلمه؟ اطلعش سيارتك لغير ما تدفع. 50. 50. حط عمرك يا عمي جار ما يشيل ولا موقف خاص عدم مؤاخذة السيارة. عليكم السلام. شنو تصير 10 50؟ بدي اياها واحدة. لا بس مكتوب لك خلص. شغلها شغلها. لا مكتوب.
حطوا يا عمي ورقة هنا في هذا الموقف 50 100 10 50 من 6 اشهر القرار هذا 6 اشهر كل سنة تجي على عدد سنة انا ماني وراسي برا 6 اشهر بعرف حافظ يلا على الاخير بس 50 وين واقف؟ انت وين واقف؟ وين واقف على السجاد يا زلمة؟ انت بديش حق الارض هاي؟ انت بديش حق الارض هاي؟ ها؟ انت بديش حق الارض هاي؟ هذا بالمؤاخذة 4 مليون هذا يا عم يطلع البركة 50 50 بيطلعش السيارة خليها محجوزة كثير 50 اه كثير ليش 50 ليش كثير؟ عشان اوقف هون 50 والله يا زلمه بنوقف مش هعمل غير 20 هذا من المؤاخذة بنشتري الارض هذه ب 4 مليون ماشي جيت حطيت شيكل انت فيها يا عم بس حط ورقه هناك مثل الموقف 50 لا يا عمي 50 والله صفيت بدل مره 10 ما تبعت ولا شيك لا يا عمي موقف خاص روح انا زفيها مصاري باي شوف بتطلع اشوفك اطلع 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 يا عزيز الله واقف ب 10 15 اطلع اطلع يا شو الدعوة يا زلمة؟ وين سيارتك؟ حمرا صغيرة طيب على سيارتك هيك بس خلص تخلص مع الزلمة هات 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 واحد لازم يدفع مصاري عشان يتعلم ايش؟ لازم يدفع مصاري عشان يتعلم كثير 50 شيكل دافع انت مش على كثير اه مش على كثير والله عمرها ما وصلت 50 شيكل يا ناس والله يا زلمة والله عمرها ما وصلت 5 شيكل مواقف كلها 7 شيكل 10 هذا على ارض عدم مؤاخذة 20 30 ألف اه بس هذا 4 مليون والله الدائرة يا عم عند ارض صحراء يا سيدي هذا انت على الارض صح بدك على البول بلاش اروح وخليها 50 والله يا رجل ما بدفع ولا شيء كله بهالطلعه السنه خليها ما كل يوم بتعيد كل يوم بتعيد خليها كل يوم بتعيد 50 شيء بدك تصفه خليه انت الثاني خليه لا يا عم بدي اروح انا هلا هلا لازم ادفع 200 لازم ادفع 300 لازم عشان نتعلم لا عشان نتعلم عشان نتعلم ليش كثير 50 عشان نتعلم ليش واحد عشان يتعلم هاي الحياه مدرسه لا والله الحياه مدرسه اه تعلموا نحن يعني والله وقفنا على سجاد وخدمات الف الف وقهوه وشاي طب لو واحد اجى سرق لك اياه الباص طب انا شايف لك اياه يا سيدي يعطيك العافيه خلص احنا قاعدين بنخذ ميه مش رايحين نستفيد منها اه الفاضي هيو الوصل هيو يا عمي الوصل هذا الوصل هيو شوف وين بدك انا دفع لك يا الشارع شو مكتوب والله ما نعرف كيف تقرا انت يعني؟ انا بدي نظارات اقرا هاي نظاراتك شو السود الماس ديجيتال هذه؟ شو هاي السود الماس ديجيتال؟ هذه خلص يا عمي هذه السود الماس ديجيتال بتعرف ليش؟ ال 50 شيكل؟ وقف حرك اه؟ بتعرف ليش؟ عشان اطلعك معي في برنامج الكاميرا الخفيه كل الاحترام لك حبيبنا كل عام انت بخير ماشي؟ على راسي الزلمه حبيبنا اللزم يلا اطلع 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 روح كيف الحال؟ الله يسلمك صباح الخير يسعد صباحك شو؟ شو الاسم؟ شو بتساوي؟ هذا موقف هذا شو موقف؟ موقف مش انت دخلت قلت لي وين اصفط لك صفر هذا؟ اه موقف خاص هذا 50 على 50 شو الاسم؟ رجعت لي بقى ال 200 هي 50 انا بعد ما صفيت شوي بس بفضل يعني روح كل بدك تصب برا عشان تاكل مخالفه يعني لا تاكل مخالفه ما صفها في محل اعطيك 200 ما في شيء لك خمس دقائق بصفيت ايش؟ خمس دقائق بصفيت ولا ودي واحده اسمه موقف خاص على مؤاخذه ارض حقها 4 مليون يا خالي اه هيك يعني مجير اطلع ودي واحده طول بالك المفروض انت قبل ما واحد يقعد بقول له هذا موقف من وين انت؟ اه من وين انت؟ من الخليل نرجع بركبه الخليل شو اسمك؟ محمد زياد محمد زياد الجعبل أغلبك 50 الأمانة إنه حرام ليش؟ أنا بقول لك الأمانة حرام ليش؟ لأن المفروض بده يكون على الموقف آه. على الموقف آه. أو في مسير هي مكتوب ورقة هي موقف خاص بالأجرة أنا ما بعرفش أقرأ ولا أري آه. المفروض هو عابر أنت داخل أنت داخل عدم مؤاخذة على أرضه ولا أرض مين؟ أراضينا ما هي كلها أخذوها اليهود شو خصني أنا؟ أنا شو إلي أنا هذا أنا عدم مؤاخذة 4 مليون شرنة طيب أنا مش زي ماشي أنا لما أجي عدم مؤاخذة أصب يعني السيارات هدول أنا لما أجي أصب السيارات هدول أنا لما أجي أصب السيارات 50 شيكل أنا بدفع 50 شيكل أي موقع بتوقف 5 شيكل 10 شيكل بياخذوا 10 شيكل أنا باخذ 50 ده موقف خاص موقف خاص بياخذ 50 أنت المفروض عليكم السلام ورحمة الله شو
الشرطه كيف صار لنا 20 والله طب بس ياخذ من الزلمه اعطيني 50 لا اعطيني 50 اعطيني بسرعه طب ما هو ليش 50 اعطيني 50 بسرعه ليش يا عم بسرعه يا زلمه بسرعه بس اعطيني 50 50 50 اعطي احد الزواج يا عم بدفعش 50 انا خلص هات 20 بس هات 20 هات 20 هلا فقود 20 مليون في الطريق السابر افلح اجراء افلح يلا السلام عليكم يعني هذه الشغله هيك برضه نصب احتيال نصب احتيال اه شو رايك في رب بس حاج وقف شوي طيب صلي على النبي انزل ولا تعال ما هو كان بقول لك نصب احتيال انزل وجهي انزل تعال انزل تعال افهمك شوي بس المفروض اللي بيشتغل هوني قول له والله يا عمي احنا هذا موقف خاص والاجره كذا كذا فيها غلط طب ما يكتب انه موقف فاصل حاجه ايوه انا ما هو هاي بقول هو بس لما طب انا هقرا لك انا هقرا لك شو مكتوب في تعال انا لما وقف والله بيني وبين الله على طول مرتي ما بعرف اقرا كلمه صلي على النبي اسمي ما بعرف اقول لك من سامر الدره يعني من بار الدره النعم تعرفوا انت هذا تعرفوا شيء والله يمكن عمرك شفت برنامج الكاميرا الخفيه يمكن شايف شريف جابر ولا حبيبنا شريف يا زلمه ابنك منه اخي مبروك كل واحد طبعا احنا معاك خلينا نروح الكاميرا الخفيه كل الاحتراف هاي 20 شيكل تبعونك هاي عشان تشوفني بشهر رمضان تتذكرني بس ليش ضربتوش حالك؟ طبعا مرة جابر يقولوا عنها الموضوع لا يا عم ما ادري شو لينا ولا عبارة 50 50 50 شيكل واحد الله اه والله قديش 50 ليش؟ موقف خاص هذا عمي ايوه بس مش اه مش موقف عام موقف خاص السلام عليكم وعليكم السلام يسلموا ايديك يلا دقيقة واحدة شغل هلا انا كاتب لك ده كثير 50 شيكل كثير 50 موقف خاص 50 كثير ليش؟ ليش؟ وخمس شيكل 10 شيكل اعطيني يا محمود بعطيك 50 بدك تدفع 50 في الشيء تطلعش السيارة بقى شو بدي ب 20 50 50 50 تكفي حقك يا شيخ احنا يا زلمة مالك لا يا عمي 50 طب خليني ارجع لك بحياة ربك شو شو ترجع لي؟ شو ترجع لي؟ والله غير ارجع هو انا كل زبون بدي اخش عاود يرجع لي ليش؟ هي انا هي هون يا عمي ناولني 50 شيكل ناولني 50 شيكل 50 50 خذ 20 ما خذش 20 بشحد منك انا لا اه قديش معك؟ اشوف شو في معك. ايه 27 ونص شوف شوف اذا في كمان رقم الله شوف شو في معك كمان شوف دم لك حالك شوف شوف بس مش راح اعطيك وصل فيها مدري بديش وصل اه مش راح اعطيك وصل ولا اقول لك خلص خذ وصل بعوض الله بحطهم من جيبتي بحطهم من جيبتي بعوض الله تفضل حياك الله يعني تصوير طيب تصوير اه شو بيطلع معنا في الكاميرا الخفية لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعلى الماشي اضحك شوي وبنضحكك نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي برنامجنا كوميدي وهادف برنامج كاميرا خافية برنامج لايق لي شوفوا ركز فرفش وصحصح معنا انت بس بتنعنش لا يوقع مقلب فيك لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعلى الماشي